جهوي فيه معرض لترويج لمنتوجات المرأة في الوسط الريفي والمجامع النسائية ورائدات الأعمال. هذه التظاهرة قمنا بها كدائرة الإحاطة بالمرأة الريفية للتعريف بمنتوج المرأة بالوسط الريفي وبمنتوج المجامع الموجودة بالولاية. احنا عندنا 22 مجمع نسائي وعندنا زوز شركات تنمية شركات تعاونية نسائية في إطار المجامع النسائية، ونأملوا اللي باش تجينا شركات أهلية للنساء. المنتوجات الموجودة في المعرض هي منتوجات ذات المنشأ، منتوجات طبيعية مخدومة بحب وإتقان في المجامع النسائية. هو عندنا معجون كسرة، عندنا معجون طبيعي بدون سكر. شاركت في المعرض ذي باش نعرف بمنتوجي، وللمرأة السليانية قادرة باش تروج وقادرة باش تعرف بروحها وقادرة انها باش توصل لطريق باهي، وان شاء الله ربي معانا.